السلام عليكم متابعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناة مفتاح الحياة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد، وشير لتقاسم الفيديو بينكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا أسميها خلطة بياض الثلج، صالحة لجميع أنواع البشرة، عبارة عن ماسك لتبييض الوجه بطريقة رائعة جدا وفعالة. إذا هذا الماسك يحتوي على دقيق الأرز، يمكنكم طحن الأرز والاحتفاظ به لعمل الوصفات. إذا دقيق الأرز عنصر رائع جدا ومهم في التجميل، وتستعمله الكوريات والصينيات، وهو سر جمال بشرتهن. سأحتاج أيضا إلى القليل من ماء الورد، نعرف مزايا كذلك للبشرة. سأحتاج إلى الحليب أو اللبن، أنا هنا استعملت اللبن، يعني حليب رائب، بعد ذلك يقومون بمخضه للحصول على اللبن، هو كذلك عنصر رائع جدا للبشرة، يمكنكم تعويضه بالحليب إن كنتم لا تتوفرون عليه. سأحتاج أيضا إلى الطين الأبيض أو الكاولين، يحتوي على مادة الكاولين، وهي مادة رائعة جدا خصوصا للبشرة الحساسة، ويعني البشرة التي تكون رقيقة وحساسة أكثر من البشرات الأخرى، يعني تكون جلدها رقيق، فهذا العنصر رائع جدا لتقليل تهيج تلك البشرة. إذا لنمر إلى طريقة تحضير الوصفة أو ماسك بياض الثلج، هو فعلا يأتي بلون أبيض ويعطي نتائج رائعة جدا. سأحتاج هنا يعني مقدار ملعقة صغيرة من دقيق الأرز، سأضيف إليه ملعقة كذلك صغيرة من الطين الأبيض، إذن ملعقة صغيرة فقط تكفي. إذن يسمى الطين الأبيض أو الصلصال الأبيض، سأريكم العلبة طبعا هكذا، صلصال أبيض، إذن فهو خالي من المواد الحافظة وطبيعي 100%، وكما قلت هو خاص بالبشرة الحساسة والرهيفة يعني الرقيقة، وكذلك هو صالح لجميع أنواع البشرات. إذن طبعا سنضيف لها ملعقة من اللبن، أو يمكنكم تعويضه بالحليب. إذا نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل، ثم سأضيف طبعا القليل من ماء الورد لنحصل على قناع أبيض. يعني القليل فقط. إذن هكذا نخلط جيدا حتى نحصل على ماسك متجانس. إذن هذا الماسك يوزع على الوجه بطريقة بحركات دائرية، إذن سأريكم الطريقة على يدي، إذن بهذا الشكل، أخذ القليل بهذا هكذا، إذن يوزع على الوجه كما قلت بطريقة دائرية بها هكذا بهذا الشكل، ويترك لمدة ساعة كاملة على الوجه، إذن هكذا. بعد ذلك يشطف بالماء الفاتر ثم البارد طبعا لتسكير المسام. إذن هذا الماسك يعمل مرة واحدة في الأسبوع فهو كاف جدا. وبالنسبة للواتي يعانين من السواد، يمكنهن عمله أكثر مرة في الأسبوع. إذن بعد عمل هذا القناع كما قلت وغسله، نقوم برش ماء الورد على البشرة، وبعد ذلك نقوم بوضع الكريم المرطب المعتاد.
إذن هذا الماسك كما قلت رائع جدا في تغذية البشرة وإعطائها البياض وإعطائها مظهر يعني ناصع وحلة بيضاء رائعة جدا، كما أنه يقضي على البقع السوداء. صدقوني هو ماسك رائع جدا نظرا لاحتوائه على الطين الأبيض وكذلك الأرز، وهذا سر جمال الكوريات. إذن أتمنى أن تكون وصفة اليوم سيداتي قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. لا تنسين مشاطرتها مع صديقاتكم طبعا، وإن أردتم الوصفات مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.